محاضرات القناة التعليمية لباحثي وأبناء وزملاء وطلاب أحمد عبد عوض. الدرس 77 بعد 100 الأول، الشوفونية والقراءة المستقبلية. الشوفونية والقراءة المستقبلية. المقطع الأول ملخص المحاضرات القديمة عن الشوفونية بعامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لعل بعضكم لم يتابعنا في كلامنا عن الشوفونية في العام الماضي قبل سنة أو سنة ونصف، وكان موضوعا جديدا على أسماعكم، لأن أول من استخدم الشوفونية هو أستاذنا الكبير العالم المصري المتميز جمال حمدان، الذي يتكلم عن عبقرية الزمان والمكان، عبقرية مصر التي جمعت بين الزمان والمكان والسكان أيضا. فقال إن الحضارة المصرية القديمة التي شيدت ولا زالت قائمة على وصولها، لم يغيرها زمان ولا أحداث ولا تغيير دول، وبقيت كما هي هنا في الجيزة، الأهرامات وأبو الهول وفي سقارة وفي الفيوم وفي المنيا وفي بني سويف، كل الصعيد مليان، وأسوان والأقصر بهما ثلث آثار العالم، ولم يتغير منها شيء، بل كل يوم بنكتشف آثارا جديدة أو ما يسمى بالكنوز، وتبقى أثرا محافظا عليه ما دامت الأيام والليالي، وشاء الله أن يتم اكتشافها في 100 سنة الأخيرة. الدكتور جمال حمدان رحمه الله بيؤصل هذا الكلام ويقول إن هذه الحضارة لم تحدث إلا لوجود الشوفونية. يبقى الشوفونية على المستوى الشخصي، على مستوى الطموحات، أنا بؤلف كتب لمن سيأتون بعدي أجيال وأجيال، شوفوا أحمد عبد عوض. احنا بنبني أهرامات لمقابر أو مقابر لملوكنا لا زالت لغزا حتى الآن، لكي يسأل الناس كيف كانت هذه الحضارة. ده في ناس غير مصدقة إن الأهرامات من صنع بشر. هي شوفوني، الملوك الفراعنة بيقولوا شوفونا، اللي يجوا بعدنا 20,000 سنة شوفونا، شوفوا حضارتنا، شوفوا عقولنا، وهكذا. أي شيء قديم فيه شوفوني. الناس بتأتي من أنحاء العالم، تروح أسوان لترى السد العالي أنجزه الرئيس جمال عبد الناصر. شوفوني، شوفوا جمال عبد الناصر وشوفوا الشعب المصري في السد العالي، شوفوني شوفوني. المتاحف الموجودة في كل أنحاء مصر شوفوني، شوفوا إنجازي، شوفوا حياتي، شوفوني.
كلام جميل، كلام جميل جميل جميل. يبقى الشوفونية العامة معناها أن كل إنسان متميز يبدع في مجال معين لكي يرى الناس بعد هذا، بعد مئات السنين، نتاج ما خلد، خاصة إذا كان أثرا ماديا. ولذا العلماء بيقولوا إيه؟ تميزت الحضارة المصرية الفراعنة عن الحضارة الإغريقية الموازية لها في العمر والسنين، يعني في الوقت اللي كان فيه عندنا تحتمس الأول ورمسيس الثاني، كان عندهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وأرسطاليس. أين حضارتهم حتى الآن؟ كتب مؤلفات لا يعرفها إلا المثقفون جدا. لكن الحضارة المصرية حضارة مجسدة، أي حد في العالم، سياح ليسوا بالضرورة أن يكونوا دارسين، يريد أن يأتي إلى مصر لكي يرى ما لم يره في حياته. طب حد بيروح أثينا، أثينا في اليونان لكي يرى مؤلفات أرسطو وأرسطاليس؟ لا. ولذا تميزت الحضارة المصرية القديمة بالشوفونية المقصودة، المقصودة يعني العلماء أو ملوك وأمراء الحضارة الفرعونية القديمة هم قصدوا ذلك، ولذا سجلوا حياتهم على جدران المعابد، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يحاربون، كيف كيف كيف، كل حياتهم موجودة باللغة القبطية القديمة، بحيث أن أي أحد بعد كده يعرف خط سير الحضارة المصرية من خلال النقوشات والرسومات التي استطاع شامبليون الفرنسي أن يفك رموز الكتابة الفرعونية. شامبليون، تمام. لقد أوجزت الكلام عن الشوفونية العامة، الشوفونية العامة. مثلا جوهر الصقلي الذي بنى الجامع الأزهر تجاوز زمنه ما يقرب من 150 أو يزيد 1050 سنة، 1050 سنة، لكي نرى حضارة الدولة الفاطمية. حتى الآن الجامع الأزهر الذي أنشأه الفاطميون في مصر لنشر المذهب الشيعي تحول سبحان الله لنشر المذهب السني، ولا زال موجودا سنيا حتى هذا، أنشئ لكي يكون شيعيا فأبى الله. المماليك الذين حكموا مصر كانوا أساتذة في العمارة، السلطان حسن مسجده، الرئيس الأمريكي باراك أوباما نزل من الطائرة في مطار القاهرة الدولي إلى صالة كبار الزوار، رايح فين؟ فخامة الرئيس، رايح جامع السلطان حسن. يعني السلطان حسن مسمع لأمريكا. سبحان الله، السلطان حسن عمل الجامع عشان يشوفه. الظاهر ببرس عمل مسجد رهيب على 20 فدان، ظل مغلقا 250 سنة لأسباب لا تعرف. حتى في عهد الدولة الحالية تم افتتاحه قبل 10 سنوات وقبل 10 شهور، ودخل مرة ثانية، ويعتبر من أهم التحف المعمارية في مصر كلها. شوفوني
شوفون. وهكذا كل أثر خالد صاحبه كما يقول جمال حمدان بيقول للناس شوفوني وشوفوا حضارتي. شوفناك شوفناك. طيب المقطع الثاني ملخص ما شرحناه عن الشوفونية البحثية. ده بقى الكلام الحلو. الشوفونية البحثية يعني ايه؟ يعني اننا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان نحدد سمات الباحث الشوفوني. ما هو في باحث شوفوني وباحث نقلي. الباحث اللي عمال ياخد من البحوث والدراسات مقاطع وعمال يرص 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 يرص، هذا ليس شوفونيا. الباحث اللي بياخد من هنا كلام حلو وهنا كلام حلو ويدخل الحلو مع الحلو ويطلع احلى منه شوفوني. الباحث الذي فكره ينسجم مع طموحاته شوفوني. الباحث الذي يخطط موضوعا ويختار موضوعا لم يسبق إليه شوفوني. الباحث الذي يتحدى موضوعات لم يكن أحد يعرفها ويخوض فيها وفي لججها بعمق شوفوني شوفوني. يبقى الشوفونية البحثية إن الباحث بيظهر مواهبه وعلمه من خلال موضوع جديد. أصحاب الموضوعات الجديدة مثل الدكتور أستاذنا الدكتور أحمد زويل شوفوني. طبعا هيفضل العالم كله يتكلم عن الفيتو ثانية لأحمد زويل لغاية ما تقوم القيامة. شوفناك. وخد جائزة نوبل ورفع اسم بلده ورفع اسم بلدي في السماء. شوفوني. الشوفونية ان الباحث تكون عنده طموحات الأستاذية وهو لا زال معيدا او لسه متخرج في الجامعة. يبقى الشوفونية البحثية ان الباحث يكتب لنفسه ولمن سيأتون بعده لكي يعمق الإحساس والأحاسيس أنه متميز وأنه قوي وأنه صاحب نظرية معرفية وهكذا. هل كل الباحثين عندهم شوفونية بحثية؟ قلت لك لا. ده في باحث، أنا ناقشت رسالة أخيرا أربع صفحات والله نقلها الباحث من مرجع واحد ولم يقل السلام عليكم. يعني راح كده على كتاب وخد منه أربع صفحات ولم يعقب عليها ببنت كلمة ولحم في مرجع آخر. أين الشوفونية؟ ما في. هذه انغلاقية بحتة. باحث منغلق على نفسه لا يتجاوز حدود الزمان ولا حدود المكان. كلام مهم، كلام مهم جدا جدا جدا. طب هيا بنا الى الشوفونية والقراءة المستقبلية. المقطع الثالث العلاقة بين الشوفونية والقراءة المستقبلية. يا سلام، كلام جميل،
كلام في منتهى الجمال. لاحظ ان هذا الدرس هو الجزء الاول، في جزء ثاني ان شاء الله. الشوفونية والقراءة المستقبلية، يعني الباحث الذي عنده تأمل ذاتي بيقرأ المستقبل، يعني بيقرأ أو يختار موضوعات للمستقبل تناسب أجيال قادمة. وطبعا ده يعتبر تميزا فوق التميز. وأول واحد عمل هذا الكلام في الإسلام اسمه الإمام مالك، عمل حاجة اسمها الفقه الافتراضي، وده يعتبر عقلا ذريا. ليه؟ الإمام مالك افترض لو حصل كذا كذا كذا، وواحد سألك سؤال كذا 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 تجاوب عليه بإيه، والموضوع ما حصلش لسه لكن ممكن هيحصل بعد 100 سنة، زي قصة أبو يوسف مع هارون الرشيد التي ذكرناها في مرات عديدة. لما هارون الرشيد دخل إلى غرفة نومه فرأى منيا، منية الرجال، على سرير. كيف يعني؟ هل ممكن الخيانة تصل لهذه الدرجة؟ إن رجل يخترق هذا الصولجان والحرس ويدخل غرفة نوم؟ لا. فطبعا أقسم عليها بالطلاق على زوجاته وهي من أهل البيت، يعني مش ممكن تخون، يعني ده وين ده راجل، زوجة راجل عظيم، مش ممكن هتلاقي حد في مستواه عشان. فالمهم إيه؟ العلماء يأتون ويجتمعون، إيه رأيكم هي طالق؟ إيه رأيكم هي طالق؟ ما تنفعش. إلى أن أتى واحد جالس في آخر المجلس اسمه أبو يوسف. قال له أنت ساكت ليه يا أبو يوسف؟ قال له أريد أن أدخل غرفة النوم وأريد ماسورة. جابوا له ماسورة وحط الماسورة على مكان المني ولصقها في السقف وأخذ ينقر عليها كده 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 كده، وفجأة نزل خفاش. فقال له يا أمير المؤمنين سمعت شيخي أبو حنيفة النعمان يقول لي يا أبا يوسف إن مني الخفاش يشبه مني الرجال. الله 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 الله، والزغاريد بقى والطبل والظم. شوف كلمة يعني إيه؟ يعني أبو حنيفة كان عنده قراءة مستقبلية للي هيحصل. قدامك اهو، ولولا هذه الكلمة لخرب بيت أمير المؤمنين. القراءة المستقبلية دفاع علوم كتير، علم يعني بيسموه علم البحث للمستقبل. ولا يخوض هذا الغمار إلا أناس مشغولون بالزمن وبعنصر الزمن، في أمور تتغير وأمور أخرى لا تتغير. تمام. ففي علماء زي نيوتن وأينشتاين كان عندهم قراءة للمستقبل، فكتبوا حاجات اللي يقرأها النهاردة يتعجب كيف كتبوه. دي اسمها إيه؟ الشوفونية والقراءة المستقبلية. وهذا علم يدرس اسمه إيه؟ البحث للمستقبل، زي كليات جامعة زويل للمستقبل، كليات الذكاء الاصطناعي للمستقبل، وفي أوروبا كليات اسمها كليات علوم المستقبل اللي هنتكلم عنها الدرس القادم إن شاء الله. موضوع حلو بصراحة. المقطع الرابع تحديد ملامح الشوفونية الجديدة
من خلال الطموحات المستقبلية. يا سلام، الشوفونية الجديدة اللي هي ايه؟ شوفونية المستقبل تتناسب مع الطموحات المستقبلية. ما هو لما يكون عندك شوفونية يعني رغبة في إظهار مواهبك البحثية، أي شوفونية محتاجة طموحات. يعني المصريين القدماء الشوفونية اللي عندهم اللي ساعدتهم فيها إيه؟ نهر النيل مثلا في نقل الحجارة، العمال المهرة، المهندسون المهرة. يبقى كل شوفونية لها آليات تنفيذ لكي تنفذ. ممتاز. هذه الشوفونية بتعطينا جانب مهم جدا. لن تكون الشوفونية عملية وواقعية إلا إذا إلا إذا عبرنا عنها بطموحات قادرة على إنزالها إلى أرض الواقع. وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يعتقدون أن معظم الكليات في المستقبل لن تكون كليات كالتي نراها الآن. ده تبقى كل الكليات في المستقبل اسمها كليات الدراسات العليا. يبقى الباحث داخل عشان خاطر ياخد ماجستير ودكتوراه بس. وهذا الأمر يتوقف على طموحات القائمين على التعليم في كل فترة زمنية. موضوع الليلة موضوع حلو ممتع بصراحة، أنا استمتعت بالمحاضرة رغم أني لم أفرغ ما في جعبتي. نفرغ الخميس القادم إن شاء الله. تصبحون على خير وسعادة، مستودعا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.